صباح الورد وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وهلأ خلينا نحكي عن التغذية، واليوم الحديث عن الأنسولين وكل التفاصيل الخاصة بالأنسولين. معنا خبيرة التغذية ديالة السرخي. صباح الورد ديالة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. نحكي عن الأنسولين. تمام. هلأ بداية خلينا نعرف إيش هو الأنسولين. هو هرمون بيفرزه الجسم تحديدا من البنكرياس، وظيفته إنه يدخل السكر اللي إحنا بناكله على خلايا الجسم لحتى يتصنع منها الطاقة. حلو. في اشخاص بصير عندهم مشكله بعمليه تنظيم هذا الانسولين بالزبط. اللي هي بنسميها مقاومه الانسولين. بالضبط، مقاومه الانسولين. نوضح مشكله المقاومه. تمام. هلا اللي بصير عند هذول الاشخاص هو انه خلينا نتخيل الانسولين زي المفتاح، والخليه عليها ريسبتر اللي هو الافل. اللي بصير انه الافل ببطل يستجيب للمفتاح، فبيبطل الانسولين يدخل السكر على الخلايا. هون بتصير نسبه الانسولين كثير عاليه بالدم لفترات كثير طويله. الوضع الطبيعي انه انا باكل سكر، بيرتفع الانسولين، بيفوت السكر على الدم وبيرجع بينزل. عند هدول الأشخاص لما بيضل مرتفع لفترة كتير طويلة، الجسم بيفكر إنه هذا سكر زيادة، فبصير عملية لايبوجينيسيس اللي هي تصنيع الدهون أو تخزين الدهون، فبيبلش يصير عندهم سمنة خاصة في منطقة محيط البطن، بيبلش يصير عندهم أشياء مثل مقاومة الإنسولين اللي هي ما قبل السكري النوع الثاني. حلو كتير. ننتقل شوي للتغذية، يعني نفوت على تغذية أكتر وتحكي لنا يعني مثلا الأغذية المناسبة لموضوع الأنسولين والأغذية المناسبة لموضوع ارتفاع السكر وانخفاضه، تكون الدهنيات اللي بنحكي عنها. تمام. هلأ بداية في خطأ كتير شائع عند الأشخاص إنهم بيفكروا إنهم لازم إنهم يقطعوا السكر أو إنهم يبطلوا يأكلوا، هم نهاية رح يجوعوا ورح يأكلوا سكريات. صحيح. لازم نعرف كيف نختار السكر وإيش الكميات اللي ناخدها. إيه لازم نحاول نقلل بس ما نمنع السكريات، ونتجه للأشياء اللي إلها low glycemic index اللي هو المؤشر الجلايسيمي منخفض، مثل الكربوهيدرات المعقدة مثلا الخبز الأسمر، البقوليات مثل الفريكة، البطاطا مثلا، عندنا البرغل، عندنا العدس. هلأ مع الشتاء موسم العدس الكل بيأكله. منتجه لهاي الأشياء أكثر من السكريات مثل السكر الأبيض والرز والخبز الأبيض والحلويات والبيبسي وكل هاي الأشياء. هل في سلوكيات تانية كمان بتعزز؟ أكيد في. هلأ في اتجاه جديد، طبعا العلم دائما يعني بيتطور وإحنا لازم إننا نواكبه. فحاليا الدراسات بتحكي إنه لازم كمان تكون نسبة الدهون في الحمية تاعتنا معتدلة إلى عالية شوي، بس نوعية الدهون بتفرق. في عنا الدهون بتنقسم لثلاث أنواع، عنا اللي هي الغير مشبعة الأحادية والمتعددة، وعنا المشبعة. بنحاول نخفف من المشبعة، أمثلة عليها الزبدة، عندنا كمان الكريمة، كريمة الطبخ، الحلويات، الكوكونات اللي هو جوز الهند، الزيت والفواكه بحد ذاتها. كمان بالنسبة للدهون الغير مشبعة الأحادية والمتعددة لازم نزيدها، أمثلة بسيطة عليها. بالنسبة للأحادية عندنا اللوز، عندنا كمان الفستق الحلبي، عندنا كمان الزيتون وزيت الزيتون والأفوكادو. لازم نحاول أن ندخلهم طبعا بكميات قليلة، نص حبة أفوكادو، كمشة مكسرات بدل باكيت شيبس مثلا. بالنسبة للمتعددة في عنا اللي هو الجوز، وهلأ موسم الجوز برضو. عنا كمان المايونيز، هي معلومة يمكن غريبة شوي بس إن المايونيز يعتبر من الغير مشبع المتعددة اللي لازم نأخذها إحنا بنسبة أو كمية. هلأ إحنا بالنهاية بنختار يعني مثلا حصة من الغير مشبع المتعددة وحصة من الأحادية، نكون هيك أخذنا احتياجاتنا. كمان عنا الطحينية، هي من الدهون المتعددة غير مشبعة واللي كتير مفيدة، مثلا على السلطة نحط معلقة طحينية بكون كتير إشي منيح. في ناس عندهم خلينا نحكي السكري عارض، يعني مثلا سكري الحمل، السكري المفاجئ اللي بيصير. صح. واللي ممكن انه الواحد يتعالج منه في الوراثي اللي هو احنا عارفينه كلياتنا وبياخذوا له الابر. يس. الفرقيه بين التعامل التغذوي، اكيد احنا بنحكي تغذيه ما بين الحالتين. تمام. هلا الفكره انه الناس اللي بيكون عندهم سكري الوراثي او السكري النوع الاول، انه البنكرياس ما عم يفرز الانسولين، فهم بيضطروا انهم ياخذوا ابر عن طريق انه يعني انسولين صناعي، وبهي الطريقه بيكون لازم انهم يعادلوا كميه السكر او الكربوهيدرات لوحدات الانسولين عن طريق مراجعه طبيب غدد صماء، وطبعا اكيد مراجعه اخصائيه التغذيه. بالنسبه لمقاومه الانسولين او السكري النوع الثاني او سكري الحمل، الجسم عم يفرز انسولين ولكن الجسم ما عم يستجيب، فاحنا بدنا الجسم يستجيب. عاده من ناحيه طبيه بيعطوهم مقاوم انسولين، غير عن هيك زي ما شرحت احنا بنعتمد على نوعيه كربوهيدرات يعني معقده معينه بكميات معتدله تكون. هل في اشخاص عرضه اكثر لمقاومه الانسولين؟ اكيد في اشياء بتزيد احتماليه الاصابه، مثل مثلا انه الاناث عرضه اكثر، الاشخاص اللي عمرهم فوق ال 45، الاشخاص اللي عندهم دهون حشويه او سمنه في منطقه البطن كثير بتزيد، برضه الناس اللي عندهم نقص فيتامين دال او عندهم كسل في الغده الدرقيه.
ممتاز ممتاز. في اي اضافه بتحبي تحكيها كمان بموضوع الانسولين؟ بس حابه احكي شوي عن الامراض اللي ممكن تنتج عن مقاومه الانسولين، لانه بحس انه احنا شوي بنستهين بهذا الموضوع. الموضوع مش بس انه ممكن يصير معنا السكري النوع الثاني، كمان اثبتت الدراسات انه فعليا في علاقه بين مقاومه الانسولين ومرض تصلب الشرايين، وبهاي الطريقه برضه في علاقه بين مقاومه الانسولين وكل امراض القلب. فالاشخاص اللي بحسوا انه عندهم مشكله، وكيف احنا ممكن نحس انه عندنا مقاومه انسولين، اكثر شيء ممكن نلاحظه هو ان الاشخاص بطلوا يقدروا ينزلوا وزنهم قد ما حاولوا. الوزن ثابت، بينزل بدرجه كثير قليله. بيكون لازم انهم اول شيء طبعا الرياضه جدا جدا مهمه، وخاصه رياضه المشي السريع لكل الاعمار، ومثل ما حكينا انهم يراجعوا اخصائيه التغذيه عشان تظبط لهم حميه يتظبط فيها الكربوهيدرات. حلو، شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم، والله يبعد كل الامراض عن كل الاشخاص يا رب. شكرا لك ديالا، واكيد كل تفاصيل حلقتنا من صباح الرياضيه بتكون على صفحه القناه الرياضيه وايضا ابلكيشن التلفزيون الاردني. عموما رايحين وراجعين، خليكم معنا.